السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة جميلة عجبتني. أحد المهندسين وهو بيذاكر وهو بيطور نفسه لقى بعض المواقع كويسة جدا، فبدأ إن هو يجمعها ويشيرها مع الناس. أنت ممكن تلاقي تدور على النت فتلاقي صفحات كتيرة جدا ومواقع كتيرة جدا 90% منهم غلط، تمام؟ فهو وفر لك الوقت اللي أنت ممكن تضيعه في إن أنت تجرب موقع وتلاقي إن أنت مستفدتش منه حاجة. كان المهندس أيمن عبد الرحيم الله يفك أسره بالعز ان شاء الله، كان بيتكلم في كده ان هو مثلا جاي يدرس علم من العلوم، مثلا علم المعجم او علم كذا، فقرا كتب كتير جدا ويبدا بقى يقول لك ايه، لا ما تقراش الكتب دي، اقرا الكتابين دول فيهم كل الحاجات التانية، فيهم يعني هتضيع وقتك في كذا كتاب، الكتاب ده اشمل بكتير، الكتاب ده يعني متجنب المشاكل. يعني مثلا انت بتقرا سيره الرسول عليه السلام فيقول لك في عندك 100 كتاب، خد الثلاث كتب دول هتلاقي فيهم افضل كتب وفيهم تنسيق للكلام وفي مثلا حذف للروايات الغير صحيحه وهكذا. فدي الفكره ان هو وفر لنا وقت كتير جدا بدل ما نقعد ندور في جوجل ونبدا نخش على موقع يعني بتضيع الوقت او فيها معلومات خاطئه. فهتلاقي هنا رابط كتير جدا. طبعا لو عايز تبدا في الذكاء الاصطناعي فانت لازم تبقى عارف حاجات خاصه في الرياضه، فهو بدا يجيب لك اهم الحاجات اللي ممكن تدرس منها، لينير ريجريشن مثلا، وعندك الجيسك ريجريشن، الاس اف دي، وعندك مثلا البي سي اي، ال دي اي، كل الحاجات دي لازم تدرسها قبل ما تدخل ديسيجن تري. قبل ما تبدا تخش في الذكاء الصناعي لازم يبقى عندك معلومات عن كل الحاجات دي ان شاء الله. فهسيب لكم الرابط موجود على جيت هاب. جيت هاب بيساعدك ان انت تعمل حاجه وتشاركها مع الناس. يعني لو انا عجبتني الصفحه دي وعايز اخدها عندي هقول له فورك وابدا اخد منها كوبي تبقى عندي، اقدر ان انا اعدل عليها ويبقى عندنا، احط انا بقى المصادر اللي انا استفدت منها ويبقى عندنا الصفحه دي. طيب انا عايزين بس نخش على صفحه المهندس دوت. تمام طيب هسيب لكم برده الصفحه بتاعته عشان لو حد حابب ان هو يشكره. هشام هارون من الناس اللي شرحت شروحات جميله جدا يعني، ومنشط في موضوع الذكاء الاصطناعي وموضوع التكنولوجيا، فتعجبكم ان شاء الله ان انتوا تشوفوا الحاجات اللي هو بيعملها. كل شويه بينزل حاجات حلوه على الصفحه بتاعته ويشارك بيها المعلومات. تقدر تدخل على اليوتيوب بتاعه، البلوجر، السي في بتاعه، جيت هاب. لو انت عامل مشاريع كتيره هو ده بمثابه السي في بتاعك، يعني ممكن تشاره مع اي حد. فالراجل ده مشارك في مشاريع كتيره جدا وبيعرف يشتغل بالجيت وبالبايثون وماي اس كيو ال والاوبن سي في، ف كده انت عملت سي في قوي جدا مجرد ان انت اشتغلت في مشاريع كتيره. زي ما انت شايف هنا كل ما بيقول لك انت يوم كذا اشتغلت في كذا، مثلا في اليوم ده 17 مشاركه وهكذا.